أهلا بكم. لماذا تستمر جرائم التغييب القسري في العراق رغم أنه عضو في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص؟ هل هو عدم وجود قانون مشرع لتطبيق هذه الاتفاقية ويحاسب المسؤولون عن الإخفاء القسري عنها؟ وفي أي إطار نضع تصريحات رئيس وزراء الحكومة في العراق عادل عبد المهدي حين سئل عن المغيبين ومصيرهم في مؤتمر صحفي، والتي رأها محللون أنها تنصل عن مسؤولياته باعتباره المسؤول التنفيذي الأول عسكريا ومدنيا، بقوله إن اللجان الحكومية المشكلة بشأن قضية المختطفين والمفقودين ما زالت تقوم بأعمالها لكنها تحتاج إلى وقت طويل، مشيرا إلى أن العثور على مفقودين كويتيين في العراق استغرق عشرات السنين. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام تصريحات رئيس وزراء الحكومة الحالية في العراق عادل عبد المهدي بشأن المغيبين قسريا والمختطفين، وما الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها للعراقيين بحديثه عن صعوبة قضية المغيبين وأنها تحتاج وقتا طويلا. نبدأ الحوار بعد هذا التقرير، كونوا معنا. على الرغم من أن العراق عضو في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، إلا أنه لا يوجد قانون مشرع لتطبيق هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري، فلا يزال آلاف العراقيين المغيبين لا يعرف لهم مصير، ولا يزال من اختطفهم ينعم بالحصانة التي تمكنه من الاستمرار بالمزيد من جرائم التغييب. هيئة علماء المسلمين في العراق تحدثت عن جرائم التغييب القسري وعرضت التفاصيل والأرقام التي تثبت جرائم الاحتلال وحكوماته المتعاقبة وجرائم الميليشيات وتواطؤ الحكومة معها وتورط جميع القوى المتصارعة على السلطة بعمليات الاختطاف والتغييب، وتناولت أيضا المواقف السياسية بشأن جريمة الإخفاء القسري وأحصتها بالأرقام والأدلة. رئيس وزراء الحكومة الحالية في بغداد عادل عبد المهدي تنصل في مؤتمر صحفي من مسؤولياته باعتباره المسؤول التنفيذي الأول عسكريا ومدنيا، بقوله إن اللجان الحكومية المشكلة بشأن قضية المختطفين والمفقودين ما زالت تقوم بأعمالها لكنها تحتاج إلى وقت أطول، مشيرا إلى أن العثور على مفقودين كويتيين في العراق استغرق عشرات السنين. عبد المهدي في تصريحاته الأخيرة يوصل رسالة إلى الشعب العراقي مفادها أن انتظار عائلات المغيبين قسريا سيطول لمعرفة مصير أبنائهم، وأن عودة النازحين إلى ديارهم مطلب صعب المنال، لا سيما أنه وحكومته يتهمونهم بالإرهاب. وفي ذات السياق قال النائب خالد المفرجي إن فصائل مسلحة معروفة هي المسؤولة عن إخفاء 690 مدنيا خلال العمليات العسكرية الأخيرة في منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار، فيما قدرت اللجنة الدولية للمفقودين عدد المغيبين قسرا في العراق يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص. وأكد المفرجي أن ميليشيات الخراسان والعصائب كانت تسيطر على مناطق في الموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار وحزام بغداد، وأن جميع من اختطفوا من المدنيين خلال العمليات العسكرية كانت هذه الميليشيات هي المسؤولة عن اختطافهم وأن الحكومة على علم بذلك. وكانت ميليشيات الحشد قد اختطفت آلاف العراقيين وزجت بهم في سجونها السرية خلال العمليات العسكرية التي جرت في عدد من المحافظات وسط صمت وتواطؤ حكومي. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على قراءة في تصريحات رئيس وزراء الحكومة في العراق عادل عبد المهدي بشأن المغيبين قسريا في العراق. ورحب بضيوفي الكرام الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، مرحبا بك أستاذ حسين. ورحب بضيفي الكريم الأستاذ إياد العناز الباحث والمحلل السياسي ينضم معنا من عمان عبر سكايب. أستاذ إياد العناز مرحبا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي حين يتم تأمين الاتصال به الأستاذ أحمد الجميلي. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ الحوار بالأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. تابعت تصريحات رئيس وزراء الحكومة في العراق عادل عبد المهدي بشأن المغيبين قسريا في العراق، وقال من ضمن ما قال إن
الوقت يحتاج أو أن القضية تحتاج إلى وقت طويل للكشف عن ملابسات المغيبين قسريا، كيف قرأت هذه التصريحات؟ يعني أولا السيد رئيس الوزراء هو غير موفق بكثير من التصريحات، ابتداء يعني من تصريح موضوع المخدرات والأرجنتين، ومرورا بتصريح الحشد وتبعيته الإدارية، إلى تصريح قضايا موضوع الجثث المجهولة التي يعني وكأنه يقول يعني لا تنتظروا شيء منا، ولا حتى في دورة الانتخابية مدة 4 سنوات بل أعطاها حتى لمن بعده، أما لمن بعده أنه لا يعطي جواب. أنا أعتقد السبب واحدة من الاثنين، إما السيد رئيس الوزراء يتجاهل ذوي الضحايا والشعب العراقي من خلال هذه التصريحات، وإما محاط بمجموعة من المستشارين لا يدركون شيئا ولا عاجزين أن يقدموا له النصح والاستشارة التي تخدم موقعه كالرجل الأول في الدولة. يعني واحدة من الاثنين، إما هو متجاهل للشعب العراقي وذوي الضحايا، وإما محاط بمستشارين غير كفؤين لا يستطيعون أن يقدموا له ما يصلح للشعب العراقي، وخصوصا في التصريحات الإعلامية. أستاذ إياد العنازة الباحث والمحلل السياسي، مرحبا بك. لماذا من وجهة نظرك، يعني هل هو تجاهل فعلا لذوي الضحايا من قبل رئيس الحكومة في العراق عادل عبد المهدي، أو أنه محاط بمجموعة من المستشارين العاجزين؟ كيف قرأت تصريحاته بشأن المغيبين قسريا عندما قال إن هذا الملف يحتاج إلى وقت طويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وجميع ضيوفك الكرام والمشاهدين القناة. بداية نعلم أن هذا جزء من الإداء الحكومي الذي تقوم به البغداد والقائمين عليها، وهو أحد السمات الأساسية في كثير من التغاضي قضايا الهجوم أبناء الشعب وعدم التعامل مع ما يقيس المشهد السياسي. أنا أرى عدم عمادي هذه النقطة بالذات في مسألة المغيبين قسرياً، إنما يقع على جميع أساسية لا مبالاة والتعامل، ولا يبقى في موضوع الضحايا وموضوع الضحايا يعني ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي من بدايه الاحتلال والغزو الامريكي والهيمنه والنفوذ الايراني ولحد الان، رغم الاعداد الكثيره والالاف الضحايا التي نعلم وان واحد جرائم ثانيه، وبالتالي هو عمليه التغاضي افعال تقوم بها من قيادات مسلحه ولا يستطيع القيام بالتعامل معها خوفا من قوتها وهيمنتها وارتباطاتها، ويعلم في الان هي لو سمحت أستاذ إياد العنازة، ابقى معي لو سمحت إلى أن يتم تأمين الصوت بشكل أوضح مع حضرتك. ينضم معي الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي عبر الهاتف. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم. أستاذ أحمد، كيف تابعت تصريحات عادل عبد المهدي بشأن قضية المغيبين؟ نعم، هذا التصريح في الحقيقة ليس مستغرب من رموز الحكومة أو رموز الحكومة الحالية والحكومات السابقة. هذا التصريح هو محاولة لتسويف القضية وخلط الأوراق وتغييب حق المختطفين وتغييب حقوق ذويهم الذين يعيشون حاليا ظروف صعبة. عادل عبد المهدي في الحقيقة يعني يحاول التملص من فتح هذا الملف الذي أصبح يثقل كاهل الحكومات العراقية المتعاقبة. في حكومة حيدر العبادي هذا الملف أيضا كان يخضع لمصالحات سياسية ويخضع لعمليات ابتزاز تمارسها السلطات الحكومية ضد سياسي هذه المناطق. وعندما تسلم عادل عبد المهدي الحكومة الحالية أيضا أصبح يمارس نفس هذا الدور. الكل يعلم من هو المتهم بتغييب واختطاف آلاف المغيبين من أهالي الأنبار وصلاح الدين الموصل، ولكن لا أحد يجرؤ على أن يشير إلى الجهات التي قامت باختطاف هؤلاء الرجال وهؤلاء الشبان وثم تغييبهم في أماكن لا أحد يعلم أين هم حتى الآن. لذلك هي محاولة من عادل عبد المهدي لتسويف هذه القضية وتغييبها
عدم الالتفات إلى معاناة ذوي المختطفين. بالعودة إليك أستاذ حسين السبعاوي، عادل عبد المهدي تطرق في مؤتمر صحفي عندما سئل عن قضية المغيبين قسريا في العراق إلى قضية أنه عاد إلى قضية قديمة وهي قضية الكويتيين وأنها استغرقت عشرات السنين. لماذا ربط هذا الموضوع وهذه الانتهاكات والجرائم التي تحصل بشهادة التقارير الدولية، ربطه بموضوع قديم كقضية الكويتيين التي فيها ملابسات مجهولة؟ يعني أولا موضوع ربط الموضوع بالكويتيين أنه هو لإبعاد الفترة الزمنية ووصول حالة من الإحباط لدى ذوي الضحايا، وأنه يعني لا انتظار لهذا الأمر، ما أمر مر على أكثر من 20 عام. هذا واحد. ثانيا كان يفترض بالسيد عادل عبد المهدي أنه هنا القضايا قضية الجثث المجهولة والمغيبين هي ليست حديثة، هي منذ 2003 ثم 2006 أيام الطائفية واستمرت إلى هذا الوقت. طيب هل كل ما عثر عليه من جثث أنه هؤلاء هم كويتيين؟ كيف يثبت هذا الكلام لو يسمعه أي طبيب جنائي أو محقق جنائي؟ كيف يقتنع بهذا الكلام؟ هذا استغفال للشعب، استغفال للقناة الإعلامية اللي تكلم بها. إذا سمع واحد الأطباء اللي مختصين في التشريح قضايا تشريح الجثث ما يقول كيف يتكلم بهذا الكلام؟ هل أنت فحصت هذه الجثث؟ هل فحصت الدي إن؟ هل فحصت يعني نشرت هذا الموضوع على وزارة الصحة، وزارة الداخلية، ووزارة الهجرة؟ كل هذا اختصرتها بتصريح أنه هؤلاء كويتيين، وأنه العراق في عهد صدام حسين دخل الكويت وانتهك حقوق الإنسان مع الكويتيين. هذه القصة مضى عليها الدهر وأكل وشرب. نحن اليوم نتكلم عن جرائم حدثت منذ 2003 ومستمرة ولحد الآن ولن تتوقف. قضية أنه هذه الميليشيات المتهمة بقتل هؤلاء وأن هي تضغط على عادل عبد المهدي، وعادل عبد المهدي هو بريء من هذا الأمر، هو تكامل أدوار. ولا يبرأ الحكومة من كل تصريح تقوله، لا يبرأها طالما هي اسمها حكومة وهي السلطة التنفيذية، فهي المسؤولة الأول على كل ما يجري، سواء نفذتها ميليشيات أم نفذتها اسمح لي أن أنتقل للأستاذ إياد العناز الباحث والمحلل السياسي، عاد معنا عبر سكايب، وأرجو أن يكون الصوت أكثر وضوحاً. أستاذ إياد مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ إياد. يعني العراق يعني تستمر جرائم التغييب القسري فيه رغم أنه عضو في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص، يعني الكثير من الملابسات والكثير من الاتهامات الموجهة إلى الحكومة في العراق، كثير من التقارير الدولية موجهة إلى الميليشيا باتهاماتها إلى الحكومة، والبعض يرى أن الحكومة متواطئة مع هذه الميليشيات في قضية تغييب العراقيين. يعني من وجهة نظرك، هل ستستمر الحكومة بتلقي هذه الضربات من قبل التقارير الدولية برحابة صدر، وكأن الأمر هو محسوم مسبقا من قبل قوى دولية يعني ترتضي وراضية عما يجري في العراق الآن؟ يعني حقيقة الأمر في موضوع توقيع العراق على الاتفاقية الدولية للحد من عملية الجرائم التغييب القسري أو كما موجود في القانون الاختفاء القسري، أنا أقول هنا أن العراق وقع عليها في 2010 ولكنه لم يفعل هذه الاتفاقية، لم يصدر القوانين والتشريعات التي تساعد على الحد من هذه الجرائم. لماذا؟ لأنه هو يعتبر نفسه يعني هو جزء من عملية الارتكاب الجنائي لهذه الجرائم، بل هو من يتغاضى عنها ويجددها الذرائع. والدليل على ذلك أنه لم يستطع لحد الآن يقدم برهان، هنا أقصد الحكومة العراقية، أن تقدم أي برهان أو براهين تدل على حقيقة الفاعلين، مع العلم أنه تعلم من هم الفاعلين وتعلم من هم الجنات الأبرياء المجني عليهم الأبرياء، وتعلم الجهات التي وراءها. أنا قلت قبل قليل أن هذه الجرائم الإنسانية ترتكب من قبل جهات مدعومة إقليمية من قبل النظام الإيراني، وأقصد بها الميليشيات المسلحة وتحديدا الميليشيات الولائية التي تدين بالولاء للنظام الإيراني وترتبط بالحرس الثوري الإيراني.
أنا هنا لا أتكلم إلا بحقائق دامغة ووقائع على الأرض. لو أتينا حقيقة إلى جميع الجرائم التي ارتكبت منذ بداية الغزو الأمريكي مرورا بالأفعال التي قام بها الاحتلال الأمريكي وصولا إلى جرائم التي ارتكبت من قبل الطائفية التي ارتكبت من قبل أيضا الأدوات المرتبطة بالنظام الإيراني، التمدد والنفوذ الإيراني وسيطرته وهيمنته على القرار السياسي والأمني في العراق، وكلها جرائم ارتكبت في عام 2006 وفي 2009، ولا ننسى ماذا فعل، ماذا كان يحدث في سجون ومعتقلات وزارة الداخلية، لا ننسى أيضا سجون أبو غريب، لا ننسى إلى حد الآن أصبحت جرف الصخر هي العنوان، هي لو سمع لو كان إجازة لي التعبير أيقونة لهذه الضحايا، وهي أصبحت صورة تدل على مدى عملية سفك الدماء الزكية لأبناء الضحايا. هنا نتكلم ليس عن أعداد قليلة، نتكلم عن آلاف من الضحايا. فقط نحن نتكلم عن رقم معترف به دوليا الآن أصبح 12 ألف مغيب، في حين نحن نعلم أن هناك أكثر من 12 إلى 15 ألف مغيب قسري في محافظة نينوى ومنها مركز المدينة الموصل. نتكلم عن وجود أكثر من 6000 في محافظة الأنبار ومثلها 4000 في محافظة صلاح الدين، في قضاء الدور، في الصقراوية، في الرزازة، في جلولاء، في مركز محافظة ديالة بعقوبة، كل هذه أماكن شهدت عمل اختفاء قسري، كذلك في المحاوير، كذلك في اللطيفية المحمودية. نحن نتكلم عن جرائم عديدة، لكن التغاضي الحكومي وعدم المبالاة من قبل القائمين على القرار السياسي الأمني والعسكري في بغداد هو الذي ساهم ويساهم لحد الآن في تسريع في عدم كشف الجنات الحقيقيين ومعرفة أماكن الضحايا. وإلا الحكومة في بغداد تعلم حقيقة ولكنها تخشى، لأنها لا تستطيع أن تتدخل بأدوات مدعومة من قبل النظام الإيراني، لا تسعى ولا تعمل على كشف الجنات لأنهم قالت الميليشيات، ولا وأيضا لا تفعل عملية الدفاع عن الضحايا أبناء الشعب العراقي، أنها حكومة لا تنتمي حقيقة ولا تمثل الشعب العراقي صراحة. أستاذ أحمد الجميلي، بالعودة إليكم، يعني عزة الشابندر سبق وأن حذر الحكومات أو حذر يعني حكومة حيدر العبادي من تدويل قضية المغيبين وحتى حكومة عادل عبد المهدي، ولكن هو وصف يعني هذا الأمر بأنه الخطر على الحكومات إن حصل فعلا تدويل لقضية المغيبين قسريا. من وجهة نظرك يعني ما مصلحة الحكومة من التواطؤ مع ميليشيات متهمة بارتكاب مجازر أو ارتكاب جرائم ضد العراقيين، وهذه الميليشيات هي مدعومة إقليميا مثل ما تحدث الأستاذ إياد العناس؟ نعم، بداية أود أن أشير أنه لا يعول في الحقيقة على الموقف الأمم المتحدة والموقف الدولي مما يجري في العراق، لأن المجتمع الدولي يتفرج منذ أكثر من 16 سنة على ما يجري في العراق من انتهاكات وممارسات تمارسها حكومات طائفية وأجهزة أمنية قمعية وميليشيات طائفية مارست القمع والقتل والاختطاف بحق أبناء الشعب العراقي. لكن في حال لو تم أو إن حصل تدخل دولي من منظمات دولية، فهذا من شأنه أن يكشف الوجه القبيح لهذه الحكومات الطائفية، ومن شأنه أن يكشف حجم الجريمة التي ارتكبت بحق أكثر من 7000 شخص من أبناء الموصل وصلاح الدين والأنبار. كلنا نعلم أين اختطفوا وأين غيبوا ومن هذه الميليشيات التي اختطفت هؤلاء الشبان. لذلك عزة الشابندر حاول أن يذكر الحكومة الحالية من أن تدويل هذه القضية سوف يؤدي إلى تدخل دولي سيؤدي لإطاحة بالحكومة الحالية وبالتالي القضاء على مكتسبات هذه الطغمة الفاسدة في نهب خيرات الشعب العراقي والتسلط عليه. لذلك أود أن أشير إلى أن ما من سبيل أمام ذوي المختطفين سوى بإيصال مظلوميتهم إلى المجتمع الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية قدر الإمكان من أجل
أستشف عن مصير أبنائهم وإنهاء معاناة ذويهم. طيب أستاذ حسين سبعاوي، ما مصلحة الحكومة من التواطؤ مع الميليشيات في قضية المغيبين؟ هذه الميليشيات من رحم الحكومة، والحكومة من رحم هذه الأحزاب. نحن أمام منظومة متكاملة، كل يقوم بدوره على المستوى الحزبي والأمني والحكومي، معناه هناك تكامل أدوار، لا يوجد فصل حقيقي ما بين ما تقوم به الميليشيات وما تقوم به الحكومة إلا تكامل الأدوار. لهذا كثير من يصرح ويفهم بأنه هذه الميليشيات أقوى من الحكومة. نعم، ولكن الحكومة أرادت أن يكون هكذا الأمر. هذه الميليشيات هي والأحزاب الموجودة هي أقوى من الحكومة، نعم، ولكن هذه الحكومة من رحم هذه الأحزاب. فإذا هي منظومة متكاملة، كل يقوم بدوره لهذا الأداء القدر ضد الشعب العراقي. ولكن هل ستستمر الحكومة تتلقى ضربات برحاب الصدر رغم هذه التقارير الدولية؟ يعني هل هذه التقارير الدولية لها أثرها أم ليست لها قيمة، بحيث أن الأمر في العراق سيان؟ لا طبعا، خلونا بس شوية نفكك هذا السؤال. طيب. المنظمات الدولية شيء، والقوى الدولية السياسية شيء آخر. طيب. القوى السياسية أو بمعنى أنه الرؤساء الأنظمة، هؤلاء جميع متواطئون مع ما تقوم به الحكومة العراقية وهم من دعم هذه الحكومة. المنظمات الدولية كثير منها يختلف كثيرا عن قياداتها السياسية والأمنية، فهذا الفصل يجب أن يكون، هذا واحد. ثانياً، حتى لو تواطأت بعض المنظمات لكن يحتاج فضحها، نحن موجودون هنا لنطالب بالحقوق، ومن لم يستجب لنا سنفضحه، أن هذه المنظمات أنها متواطئة فلا بد من فضحها، لا يمكن فضح الجهات المحلية والسكوت عن الجهات الدولية. قضية أنه موضوع تصريح السيد عزة الشابندر، عزة الشابندر بتصريحه هذا أساءة للضحايا ولذوي الضحايا ومن يطالب بالحقوق أكثر مما أساء الحكومة. حذر من التدويل، من التدويل، لأنه من حرصه على الحكومة وإساءته لذوي الضحايا ومن يطالب بالتحقيق وكشف المستور، وصفهم بوصف خبيث. لهذا السبب أنه هو ليس حرصا على الحقيقة بقدر ما حرصه على بقاء الحكومة واستمرارها أو بقاء هذه الميليشيات واستمرارها في هذه الجرائم. لهذا السبب علينا، نعم، نذهب إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات الدولية ونطرح الموضوع بكل شفافية وبأسماء ونطالب بالتدويل، وإن لم يستجيبوا سنفضح أمام الشعب العراقي وأمام العالم كما فضحت كثير من الجهات المحلية بأنه هي متعاونة مع اليوم الشعب العراقي يدرك أن هناك تعاون وتواطؤ ما بين الحكومة وما بين الميليشيات، فكل من رحم الآخر، وجميع هؤلاء من رحم أمريكا وإيران التي سلطهم على الشعب العراقي وساموه سوء العذاب. أستاذ إياد العناز، هيئة علماء المسلمين في العراق تحدثت عن جرائم التغييب القسري وعرضت التفاصيل والأرقام بشأن هذه الجرائم التي تثبت تورط الاحتلال وحكوماته المتعاقبة فيها، وأيضا تثبت تورط الحكومة معها. يعني قضية تدويل القضية، تدويل قضية المغيبين في العراق قسريا، حذر منها حتى من هم داخل العملية السياسية، حذروا من قضية التدويل. هل لهذا التدويل من تأثير على الحكومة إذا كان مثل ما تحدثتم أو تحدث الأستاذ حسين السبعاوي أن قضية قوة دولية داعمة لهذه الحكومة ربما تحول دون أي محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم؟ إذن ما مدى فائدة أو ما مدى أثر تدويل قضية المغيبين قسرياً؟ يعني بداية علينا أن نعلم أن العملية السياسية الآن في العراق التي مضى عليها 16 سنة والتي أصبحت تذكر كاهن المواطن العراقي هي من أتى بها الاحتلال، ولذلك نرى أن نظام الدول ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذه الحكومة وتساندها، كذلك جميع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وفي العالم الغربي أيضا يدعمون ويساندون هذه العملية السياسية ويتخافون مع الحكومة العراقية التي لا تمثل العراقي، وإنما أنا دائما أقول هي السلطة المتنفذة في بغداد. ولكن مع ذلك نرى أن القوى الوطنية والجهات الإنسانية والمنظمات حقوق الإنسان عندما تنبهت إلى هذه الحالة، بماذا؟ أولا بالأصوات الوطنية الشريفة أو الأصوات العراقية الحقيقية التي ترتبط جذريا وترتبط روحيا
بأبناء الشعب العراقي عندما كشفت هذه الجرائم، كذلك الأصوات التي نادت من قبل الإعلاميين والمفكرين ذوي الالتزام الإعلامي الأصيل والملتزم، كذلك مع النشطاء السياسيين والمجتمع المدني، وبالتالي أيضا الهيئات التي تفضلتم بها وهيئة علماء المسلمين وقناة الرافدين وبعض الأصوات الطيبة في الكثير من وسائل الصحافة والإعلام، هي ماذا؟ هي التي ساهمت مساهمة جدية وفعلية في أن تكون هذه الحالة أو تكون هذه الجرائم أمام مرأى الرأي العام. فلذلك تدخل الجميع، التدخل بسبب هذه الضغوط، بسبب هذه الصيحات الحقيقية، بسبب صوت الحق الذي طال آذان الظالمين والذين لم يرعوا ولم ينتبهوا ولم يهتموا إلى الدماء الزكية التي سالت على أرض العراق من قبل من غيبوا ومن قتلوا ومن مثل بجثثهم. نحن نعلم أن الاختفاء القسري أو التغيب المغيبين القسريون عندما حدث في العراق هذه جريمة تمت عبر عدة مراحل، وهذه كل مرحلة تحتاج إلى إحالة إلى القانون، إحالة المحاكم الدولية والمحاكم أيضا العربية والمحلية. هنا عملية الاختطاف، عملية الاعتقال تمت، ومن ثم عملية الاحتجاز، وبعدها تم التحقيق وعملية التعنيف البدني والنفسي والتعذيب، ومن ثم تم القتل غيلة وبشكل سري مع إخفاء الجريمة وبالتالي التمثيل بها، ومن ثم عرضها على أساس أنه مضى عليها وقت طويل. هذه مراحل عديدة مرت بها هذه الجرائم الجريمة، فإذا هي جريمة إنسانية ارتكبت بعدة مراحل وارتكبت بدم بارد مع شق الإصرار والترصد وبهدف معلن كما قلت بها تتضمن مفاهيم عديدة. أولا أنه يسعون إلى عملية تغييب واضح لكل الأصوات الشريفة والوطنية، هي تغييب لرافضين العملية السياسية ورافضين هذه حكومات احتلال متعاقبة، هي أيضا تغييب لكل الأصوات التي تنادي بالعتاق من الظلم والظلم الاجتماعي، لأن الاختفاء القسري واحد من أدواته وإسكات وإبعاد صوت الحر وإبعاد كرامة الإنسان. هذه المراحل عندما تتم تتغاضى عن حكومة بغداد الآن، ويتعلم جد نحن نتكلم عن آلاف. أنا قبل قليل من يستطيع الآن يتحدث بهذه أمام الإعلام؟ من أين أدوات الحكومة التي تستطيع أن تتدخل فيما يحدث الآن في جرف الصخر، أو أن تكشف الأدوات الصحيحة في الصقراوية وهي 700 شخصي مواطن اختطفوا أمام أنظار عيون أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، وهو كان مجموعهم 1200 عائلة تم اختطاف 700 من الرجال والشبان. كذلك الحال في جميع مناطق الحال مشابه والجريمة واضحة، ولكن هناك ليس كما تفضل الأخ السبعاوي، هي ليس موضوع منظمات الإنسانية، ولكن هو العامل الدولي والأنظمة الدولية التي تسعى وتساعد وتساهم في هذه العملية وهي شريكة أساسية، ولكن سيبقى صوتنا وصوت جميع الأحرار في كشف معالم هذه الجرائم وفضحها أمام الرأي العام الدولي والعالمي. طبعا يا أستاذ إياد العناز، أستاذ أحمد الجميلي، الأنظمة الدولية يعني شريكة أساسية فيما يجري في العراق، تحدثت قبل قليل بأن المجتمع الدولي صامت تجاه ما يجري في العراق من تغييب قسري. الكثير من القوى المناهضة للعملية السياسية والقوى المعارضة للاحتلال للوجود الأجنبي في العراق حذرت أيضا ويعني دانت الجرائم التي ترتكب من قبل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة من تغييب العراقيين قسريا على أساس طائفي. ولكن إلى أي مدى ترى أن المشروع الديموغرافي الذي حذرت منه هذه القوى المناهضة للعملية السياسية قائم على قدم وساق على وفق تداعيات هذا التغييب القسري؟ نعم، كما تعلم الميليشيات الطائفية التي شاركت مع القوات الحكومية بإشراف وبحماية القوات التحالف الدولي مارست هذا الفعل بشكل واضح لحد الآن. ونحن نتحدث في هذا الموضوع، هناك آلاف من سكان مناطق الدور وأيضا جرف الصخر ومناطق في العويثات في جنوب
في جنوب مدينة الفلوجة ما زالوا ممنوعون من العودة إلى مناطقهم. لماذا؟ لأن هذه الميليشيات اتخذت من هذه المناطق قواعد عسكرية، وأيضا قامت بالقيام بعمليات اقتصادية باستصلاح هذه الأراضي في هذه المناطق من أجل أن تدور عليهم بآلاف الدولارات شهريا من أجل الإنفاق على عناصرها في الميليشيات وتغطية عملياتها العسكرية. لذلك هذا الفعل موجود في الحقيقة، والمطلوب الآن من سكان هذه المناطق التعامل مع الأصوات الوطنية وتقديم ما لديهم من وثائق تثبت قيام هذه الميليشيات بعمليات تغيير ديمقراطي بقوة السلاح من أجل استرداد حقوقهم والكشف عن مصير أبنائهم. طيب. أما عن نعم ابقى معي أستاذ أحمد الجميلي، أعود إليك أستاذ حسين سبعاوي. ما هو موقف أساس السنة تجاه ما يجري؟ علينا أن ندرك بأنه جميع ممثلي السنة في العملية السياسية لا يستطيعون أن يطلقوا سراح معتقل واحد لدى الميليشيا. لماذا لا يستطيعون؟ لأنهم أولا عدم الاهتمام، ثانيا عدم الكفاءة، ثالثا مغلوب على أمرهم، ما هم إلا أدوات لتسويق هذه العملية الموجودة كاملة، تسويقها فقط ليس إلا. اليوم العمل السياسي وخصوصا السني عاجز، ولكنهم يدينون بشدة قضية التغييب القسري. من يدين هذا التغييب القسري وماذا عساه فاعل؟ نحن نريد فعلا على الأرض، إن كانوا فاعلين نعم فليأتوا معنا ومع الجميع ونذهب إلى المنظمات الدولية وندولها تدوين حقيقي، ليس فقط تدوين من خلال الإعلام فحسب، الإعلام أحد الوسائل، ولكن هم ساسة وهم جزء من صناعة القرار، فليذهبوا إلى تدويل هذه القضية لتضغط وتعجل في هذا الموضوع. أنا أعتقد كل من في العملية السياسية لديه موقفا من إيران ليس له مكان في العملية السياسية، إما الولاء لإيران وإما الخروج من العملية السياسية. هذه القصة يجب أن يعلمها الجميع بأنه هؤلاء أساسا إما من باع نفسه وإما من مغلوب على أمره. لا يمكن أن نقسمه أكثر من هذا، طبعا مع تعاطف يعني أقول مغلوب على أمره، فإما من باع نفسه من أجل مصالحه الشخصية وباع ضميره ووجدانه، وإما مغلوب على أمره لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة. فلا يمكن أن نعول على ممثلي السنة في قضية المغيبين قسريا وفي الجثث المجهولة وفي قضية التغيير الديمغرافي، ولا يمكن أن يأتي الحل منهم أبدا. أستاذ إياد العناز، هناك صراع إقليمي وشد وجذب أمريكي إيراني كما تعلم في منطقة الخليج، يعني ما مدى الربط؟ هل هناك علاقة ما بين الجثث المجهولة الهوية أو معلومة الهوية وعمليات التصفية ضد المغيبين قسريا خلال هذه الفترة وما يجري الآن من أحداث إقليمية؟ واضح أنه نحن نعلم جيدا أن المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني في العراق هو مشروع واحد، يعني لا اختلاف إلا على كيفية تبادل المصالح والتجاذبات السياسية وبالتالي تحقيق المنافع الأكثر والهيمنة والسيطرة، وكل يبحث عن مصالحه إن كان الجانب الإيراني وإن كان كذلك الأمريكي. ولكن في ظلال الصراع الآن القائم بين كل من واشنطن وكل من طهران وهو صراع على المصالح، يعني أنا هنا لا أرى هناك جدية في أن تكون الإدارة الأمريكية جادة في توجيه ضربة عسكرية أو افتعال أزمة مواجهة تعمل على إسقاط النظام الإيراني، وهم يصرحون بذلك حقيقة. ولذلك نرى أن جميع الأحداث التي حدثت في المنطقة العربية ومن بداية الاشتداد الحصار الاقتصادي على النظام الإيراني إلى عملية اعتزال السفينة إلى إسقاط الطائرة المسيرة وآخرها عملية التبجير حدثت في منطقة في شركة أرامكو، ماذا كان الرد الأمريكي؟ لم يكن هناك جدية في عملية تأديب النظام الإيراني، وإنما ذهبوا بعيدا واستخدموا العقوبات الاقتصادية، وهم بذلك جادين ويعلنونها حقيقة. هذه الأعمال وهذه الصراعات وهذه المناكفات بين الطرفين إنما تصاعدية كلامية لا تصل إلى مرحلة المواجهة العسكرية. النظام الإيراني ولذلك تلقي ظلالها على ماذا؟ تلقي ظلالها على الأرض العراقية، ومن ضمنها ما نراه الآن من محاولة إلى استخدام الأرض العراقية لتكون مشاعل هذا الصراع. ولذلك تأتي هذه الجرائم في بعض الأحيان للتغطية على بعض من العوامل الأساسية في هذه المواجهة وفي المخطط يعني الأمريكي. البعض يرى أستاذ إياد، البعض يرى بأن هذه المرحلة
يعني من صورها أن هناك تفجيرات حصلت وهناك جثث مجهولة الهوية يعني خرجت إلى السطح، وهناك جرائم مرتكبة ضد المغيبين قسريا، كلها تزامنت مع هذه التداعيات أو هذه الأحداث. البعض يرجح أن النفوذ الإيراني أو الزخم النفوذ الإيراني بدأ وكأنه يقوى أكثر خلال هذه المرحلة. هو تحديدا القوى الدولية وتحديدا الولايات المتحدة تعلم حقيقة النفوذ والهيمنة الإيرانية، تعلم من يقود الفعل الأمني والسياسي داخل العراق. الإيرانيون منتشرون، بل هم يتغلغلون في جميع مرافق الدولة وفي جميع أرجاء الوطن العراق، وهذه مشكلة وحقيقية سياسية ساهمت فيها الإدارة الأمريكية بعد الاحتلال، وتحديدا في أيضا في زمن حكومة أوباما، والآن هي متصاعدة. الموضوع ارتكاب الجرائم أو النفوذ الإيراني أو التصاعد، يريد الإيرانيون من هذا الجانب إعطاء صورة واضحة أنه إذا ما حدث شيئا في مواجهة قادمة قد تحدث أو عمليات مواجهة عسكرية، فسيكون العراق هو عملية المواجهة، بل هو سيكون موضوع عراقية أهم النقاط التي ستتفاوض عليها الولايات المتحدة، النظام الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا أقصد أن المشهد العراقي وأن العراق هو ركيزة أساسية يرتكز عليها النظام الإيراني، ويعتبر حلقة مهمة في تنفيذ مشروعه الذي بدأه بعد الاحتلال وينطلق منه إلى باقي العواصم العربية المسيطرة عليها، ونعلم ذلك كما في سوريا وما في لبنان وكذلك في اليمن وفي بعض المناطق التي يهدد بها من عواصم ودول الخليج العربي. العراق هي القاعدة الأساسية والركيزة التي يرتكز إليها النظام الإيراني بوجود الميليشيات، بوجود الأدوات من الوكلاء ومن العناصر يعتمد عليها، يوجه فيها رسائل كما تفضلت قبل قليل، وأوجز جنابك أنه يحاول بها أن يعطي رسائل إلى الإدارة الأمريكية وإلى كذلك العديد من العمليات قد تأتي. هو دائما يقول وعلى قادة على لسان قادة المنشط أنه نحن نمثل ركائز النظام الإيراني في بغداد، نحن أدواته في المواجهة القادمة. العراق ستكون المواجهة والصدمة الأولى للاحتلال الأمريكي. أستاذ حسين، الشركاء في العملية السياسية إن فشلوا، يرى البعض أنه ينبغي أن لا يفشل شركاء الوطن، يعني من هذا المنطلق بالتأكيد يعني أن للشعب موقفا أمام هذه العمليات أو جرائم التغييب القسري التي هي مستمرة، وأمام الفساد وأمام تسلط الأحزاب وأمام تسيد الميليشيات. هناك يعني الشعب ممثلا بشيوخ عشائر، ممثلا بمنظمات مجتمعية، يعني ما هو موقف الشعب ممثلا بمنظماتها المجتمعية ممثلا بشيوخ عشائر وإلى ما إلى ذلك؟ أولا نقول أنه أي احتلال لأي بلد أول ما يعتمد على تفتيت الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية لأي بلد كان يحتله، سواء على يستخدم الطائفية، يستخدم العرقية، يستخدم الإثنية، يستخدم الأقليات. والعراق ليس بدعا من بقية الدول، فهو أيضا متعدد المكونات، متعدد المذاهب، متعدد القوميات. اعتمدت الولايات المتحدة على تمزيق هذه اللحمة الوطنية، مما جعل شرخا كبيرا بين المكونات المسلمة العراقية، خصوصا اعتمدت على أدوات من خلال الحكومات المتعاقبة على ترسيخ الطائفية وترسيخ العرقية والإثنية وإلى آخره. لهذا السبب نقول يا شركاء الوطن، إن فشل شركاء السياسة، إن فشلوا أن يقدموا خدمات أو يقدموا أمن للمجتمع العراقي، علينا أن لا نفشل. إن أي مجتمع مهما تعدد ومهما تعددت مكوناته، إن توحد هذا الشعب فلن تستطيع لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا أي دولة في العالم تستطيع تفكيكه، ولن تستطيع تمزيقه، ولن تستطيع حتى احتلاله. لهذا السبب لابد على شركاء الوطن أن يتوافقوا ولا ينظروا إلى شركاء العمل السياسي المتمزقين الذين نال هذا الشعب منهم يعني سوء العذاب. لم يقدموا ليس فقط قضية الأمن، أيضا قضية الفساد، قضية الدورة التي ظهرت قبل كم يوم وتهديمها، والخدمات وإلى آخره. كل هذا هو ظهر من شركاء العملية السياسية. نقول يا شركاء الوطن، علينا أن نتوافق وأن لا تمزقنا
لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا الساسة، وإذا توافقنا فإن يعجز جميع هؤلاء من تمزيق وحدة العراق، فهي مرهونة بأيدي الجميع. للأسف نعتقد بعض من ذهب إلى ما هو أسوأ وأنحاز إلى العملية السياسية، وكأنما أنه هذا المكون وهذا وهؤلاء المغيبين وهؤلاء الذين أقصوا من العملية السياسية، نقول لهم لا مجال إلا للوحدة الوطنية، لا مجال إلا المصالحة الوطنية على مستوى الدولة والشعب وليس على مستوى الحكومات، هو هذا الحل الذي ينقذ العراق. أستاذ أحمد الجميلي، كيف تعلق على ما تحدث به أستاذ حسين السبعاوي؟ نعم، أود التعقيب سريعا على موضوع السياسيين الحاليين ولماذا لم يتناولوا هذا الموضوع. الكل من رئيس البرلمان وإلى أصغر ناءة البرلمان وقعوا على عدم فتح ملف المختطفين، ومن وضعهم في سدة الحكم قال لهم بالحرف الواحد من أن هذا الموضوع هو خط أحمر، لذلك ممنوع على رئيس البرلمان أن يسمح لأي ناء في البرلمان أن يطرح موضوع المختطفين والمغيبين داخل قبة البرلمان. لذلك تلاحظ اليوم من أن كل السياسيين وكل البرلمانيين نعم يصرحون أمام منصات الإعلام بالمطالبة بحقوق المختطفين والكشف عن مصيرهم، لكنهم عندما يصلوا إلى قاعة البرلمان لا يتم إدراج مناقشة موضوع المختطفين في جدول الأعمال البرلمان، لأن فتح هذا الملف يعني خسارة هذا النائب لمنصبه وللمكان الذي وصل إليها في الانتخابات الهزيلة. لذلك على المنظمات الوطنية وعلى الأصوات الشريفة أن تواصل المطالبة بالكشف عن مصير المختطفين والمطالبة بحقوقهم وتعويض ذويهم على هذه السنوات الطويلة من المعاناة التي يعيشها حاليا، فهو السبيل الوحيد لانتزاع حقوق هؤلاء المغيبين. أستاذ ياد العنازة، اللجنة الدولية للمفقودين قدرت عدد المغيبين قسريا في العراق ما بين 250 ألفا إلى مليون مغيب ومفقود. يعني هذه التقارير الدولية وهي تتوالى بالطبع، كيف يمكن تفعيل هذه التقارير الدولية في سبيل يعني جعلها مؤثرة، يعني تدفع باتجاه التأثير بما يوازي تأثير القوى الدولية؟ هل إلى ذلك من سبيل؟ يعني هنا كلما تمكن صوت الحق ممثلا الآن نرى، يعني جنابك الآن ترى أن هذه الساعة الآن الحوارية هي واحدة من الأصوات التي تساهم مساهمة فعلية في استمرار المنادات بحقوق الضحايا. كذلك كلما تعاظمت هذه الساعات، كلما استمرينا في الجانب الإعلامي في الجانب التوضيح المهام، أهم شيء هو تدوين أسماء الضحايا. هنا أقصد التعاون مع المجتمع العراقي في أماكن الضحايا ومدنهم ومحلاتهم سكناهم أهاليهم، أن نلتقي مع أبناء الضحايا، أن نتصل بهم، أن ندون جميع الأسماء وسنوات الاختفاء أعمارهم، وكذلك بالتحديد تحديد الأماكن والاستمرار بتفعيل عملية الاتصال بهذه المنظمات، رفع دائما التقارير الدولية عنهم، إعطاء أهمية واضحة في جميع وسائل الإعلام الملتزمة، عدم إغفال هذه القضية، وأن لا نحقق لمآرب حكومة بغداد التي تسعى إلى زرع حالة الإحباط واليأس لدى نفوس وأبناء عوائل المخطوفين والمغيبين قسريا. هنا هذا واجب وطني. الآن أصبحنا أمام جرائم إنسانية كبيرة. الواجب الوطني وقبل ذلك الواجب الشرعي أيضا يحتم علينا الاستمرار بهذه المنادات. هذا الموضوع لا يحتاج إلى أداة حكومية، وليس لدي ولا يعني نسعى إلى أن نرى شيئا من هذه الحكومة، لأنها تغارف عن كثير من الجرائم وليس هذه الجريمة. بالتالي أيضا الأنظمة أو المجتمع الدولي علينا أن ننظر به كمجتمع
من خلال المنظمات، من خلال منظمات حقوق الإنسان، من خلال المنظمات التي تسعى إلى يعني الدفاع عن حرية الرأي وحرية الفكر وعدم التغييب، كل هذه معروفة ومدرسة، ولكن أهم شيء التدوين وعدم إخفاء مكانات الاختفاء، وكذلك أيضا المكانة الأماكن التي غيب بها هؤلاء الضحايا وعملية القتل الجماعي التي طالتهم. نعم أستاذ حسين سبعاوي، البعض يقول بأن ما يجري في العراق هو صور من صور المشروع الإيراني، وكذلك صور من المشروع التغيير الديموغرافي في العراق، الموصل، صلاح الدين، ديالى، الأنبار، حزام بغداد، يعني كل هذه الأمور، كل هذه المناطق تعرضت إلى اختطاف لأهالي هذه المناطق وإحلال سكان محل سكان آخرين، عملية تغيير ديموغرافي. هل الأمر مقتصر على العراق؟ يعني المشروع الإيراني مثلما تعلم أن هناك أربع عواصم عربية أعلن أساسا أو النظام الإيراني أنه يمتلك نفوذا كبيرا فيهن، هل الأمر سيقف عند حدود العراق أم أن هناك ربما مشروعا مضادا يعني يضع حدودا لهذا الأمر؟ أولا الأمر لن يقف على العراق، ولكن العراق استطاع أن يوقف المشروع الإيراني ليس يعني منذ عام 1980 عندما كان حائط صد وجميع الدول العربية هي في آمنة من المشروع الإيراني. لولا الوقفة العراقية عام 1980، ونحن الآن يعني قبل يوم البارح كانت هي مناسبة الرد العراقي على إيران، لولا هذه الحرب التي فرضت على العراق لكان أكثر من 10 عواصم سقطت بيد إيران. ولكن المشروع الإيراني الآن بعد 2003 بدأ يتغلغل وتجاوز العراق إلى عواصم أخرى، ولن يقف عند هذه الـ4 عواصم. المشكلة أنه غياب المشروع العربي وغياب الوحدة العربية والدعم الدولي لإيران والتخادم الدولي، في حين أنه ما يطرح من في الإعلام من حرب كلامية إعلامية علينا أن لا نصدقها، علينا أن نفسر الأمور ما هو موجود على الأرض. هناك تخادم دولي مع إيران ومشروع إيران، وإذا ما هي إيران إلا أداة لتنفيذ مشروع دولي على هذه المنطقة لتمزيقها ولمجيء أو لإتيان بسايكس بيكو جديدة. أعتقد أنه إيران ستتمدد ولن تقف عند هذه الـ4 عواصم، ستسقط عواصم أخرى وأدواتها، ليس فقط المكون الشيعي في الدول الأخرى، لا نفهم هكذا، كثير من المكونات الأخرى باعت ضمائرها وخانت أوطانها وتعاونت مع المشروع الإيراني من أجل حطام الدنيا ومن أجل فتات ومن أجل مصالح شخصية، لأن إيران لا تستطيع أن تتمدد في جميع الأقطار العربية والدول العربية وهي بمجموعة لا تمتلك 10% من العالم الإسلامي، ولكن للأسف الكثير من يتعاون معها ويخدم مشروعها من حيث يعلم أو لا أو يدري أو لا يدري. ولكن نعتبر كل التعامل مع المشروع الإيراني في هدم هذه الأوطان ما هي إلا خيانة للوطن وللأمة. أصبح الأمر مسلما به أن عمليات التغيير الديموغرافي وعمليات التغيير القسري الآن ستستمر؟ لا، لن نسلم بشيء ولن نستسلم لشيء، لابد أن نفضح، لابد أن نواجه، لابد أن نقف إلى آخر يوم في حياتنا. الاستسلام ليس من منهجنا أبدا، وهم يدركون أنه نحن العراقيين خاصة لن نستسلم لجهتين في العالم، لا للصهاينة ولا لإيران. هذه طبيعة المجتمع العراقي ويخشاها تلك الدولتين، يخشون نهوض هذه الدولة، هذا البلد العظيم، ولكن تآمروا عليه وأسقطوا، والآن يدفعون الجزية وهم صاغرون. الآن من تآمر على العراق يدفع الجزية وهم صاغرون، لأنه هذا البلد عندما أصابه ما أصاب فتح المشروع الصهيوني والتطبيع اليوم على مصراعيه، والمشروع الإيراني يتمدد ويتغلغل داخل الدول العربية، ولكن لن نستسلم ولن نقبل بالاستسلام. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب المحلي السياسي، شكرا لك، ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إياد العناز الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان عبر سكايب، شكرا جزيلا لك، ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف أيضا. شكرا لكم ضيوفي الكرام، ونشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر.
الله.